اسم هذه المنظمة تغير، هي أنشئت 1982 ثم تغير الاسم سنة 2019. صحيح. لماذا؟ الاسم الأول كان المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ثم طرح اقتراح بأن يعدل الاسم إلى منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة. هذا المسمى يعطي أكثر شمولية ومرونة. أيضا عندما أتكلم عن العالم الإسلامي، المنظمة تحت لواءها 54 دولة، نحن لا نختزل العالم الإسلامي في الدول الأعضاء الـ 54. العالم الإسلامي هو عالم كبير جدا، هناك مجتمعات مسلمة خارج إطار الدول الأعضاء، على سبيل المثال الصين، الهند، البرازيل، وكثير من دول الأوروبية أو أمريكا اللاتينية. نحن في هذه المنظمة نريد أن نخدم العالم الإسلامي خارج دولنا الأعضاء، ولكن أيضا داخل هذه الدول الأعضاء. لا يعني بأن العالم الإسلامي فقط يقتصر على المسلمين، نحترم الديانات الأخرى، نقدر ثقافاتها، ونقدر أيضا فنونها وكل ما لديها. ما هي أهم أهداف هذه المنظمة؟ منظمة حضارية معرفية دولية تعنى في مجال التربية والعلوم والثقافة، والرسالة هي أن تكون مسرع للتنمية في مجالات عملها، تطوير السياسات التنموية، بناء منظومات معرفية ابتكارية، تأهيل قيادات شابة رائدة، وأيضا كل ما يتعلق في تقديم المشورة والخبرة والدعم المؤسسي لدولنا الأعضاء، سواء كانت كدول أو كمؤسسات أو كشعوب. طب تلك الأهداف كيف تتحقق في داخل الدول؟ لدينا أهداف خمسة استراتيجية أساسية. أول الأهداف هو تحقيق تكامل، تنسيق، ترابط بين دول العالم الإسلامي. الهدف الثاني هو المساهمة في تنمية القدرات التربوية في دول العالم الإسلامي، والتعليمية والعلمية، وأهمية التنمية الثقافية في بناء شعوب العالم الإسلامي. هوية الإنسان وهوية الثقافية لابد أيضا أن تكون حاضرة. ما هي وسائلكم؟ وسائلنا نستغل بطرائق متعددة. على سبيل المثال، في كل دولة هناك لجنة وطنية للتربية والعلوم والثقافة، هذه من أهم الوسائل التي لا نستطيع أن نتعامل مع هذه الدول إلا من خلال هذه اللجان الوطنية. ثم هناك الكراسي العلمية، ثم هناك المنح الدراسية. في اعتقادي، وهذا ما تقرره وتقرر المنظمة، بأنه لا تستطيع المنظمات الدولية أن تعيش الحاضر وتجابه هذه المتغيرات ما لم ترتكز ويكون لها تعاون وثيق مع حواضن الابتكار والإبداع التي هي الجامعات. لذلك من أهم المستهدفات هو إنشاء 100 كرسي علمي بحثي في جامعات العالم الإسلامي وجامعات أيضا خارج العالم الإسلامي. ماذا يعني كرسي بحثي؟ الكرسي البحثي على سبيل المثال، سواء كان كرسي بحثي مختص في المرأة وكل ما هموم المرأة، مشاكلها في الطفولة، في الذكاء الاصطناعي، في الشات جي بي تي، في الفضاء، في البيئة، هذه كل جامعة نختار، نتفق نحن والجامعة على هذا الكرسي، تموله الإيسسكو، ويكون هناك أبحاث تختص في هذا المجال ولكنها تكون نافعة أيضا لدول العالم الإسلامي. لكن أيضا لم نقف عند جامعات العالم الإسلامي، لدينا كرسي بحثي في جامعة ساو باولو، لدينا كرسي بحثي في جامعة السربون، كرسي بحثي في جامعة برلين، كرسي بحثي في الجامعة الدولية في شنغهاي يختص في طريق الحرير. من يتقدم إليه هذا الكرسي البحثي؟ إما الجامعة تقدم، أو أن يكون هناك لقاء علمي ويكون لقاء بين الإيسسكو وبعض الباحثين في هذه الجامعة، ثم تقدم الجامعة الطلب وننتقل منها إلى مرحلة التطبيق. ولله الحمد الكراسي التي أنشأت حتى الآن هي كراسي حققت المستهدفات منها. هل هناك مثلا مواجهة للفكر المتطرف في كثير من الدول؟ والله نحن نشتغل بشكل كبير جدا، على أساس أنكم يعني في النهاية منظمة للثقافة. صحيح. طبعا نتعامل معها بشكل حضاري، نقدم كل المسوغات التي تدحض كل هذه الاتهامات. لدينا الآن موسوعة كبيرة جدا اسمها موسوعة تفكيك خطاب التطرف بين الإيسسكو والرابطة المحمدية للعلماء، صدر منها العدد الأول، وهناك عددين إن شاء الله في نهاية هذا العام ستصدر. تقدمنا في
مقترحات في مبادرات في مؤتمرات في ندوات، ولله الحمد حققنا. الآن لدينا مبادرة جديدة اسمها اقرأوه لتفهموه، وهي نتيجة حرق القرآن الكريم، والآن شغالين على هذه المبادرة. ما نريد ممن يحاول أن يدعم أو يتحدث عن الحريات أو يتحدث عن ذا بأن تحترم أيضا الشعوب الأخرى وتحترم الديانات الأخرى، وأنه ليس من صالحك أن تسيء إلى كتاب مقدس في لشعوب العالم الإسلامي أو لشعوب. فعلى سبيل المثال نحن نقول اقرأوه لتفهموه قبل أن تحرقوه. يعني نحن كمسلمين يعني نؤمن بهذا، لكن كيف تتواصلون مع الشعوب؟ من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات، من خلال أيضا دعوتهم إلى المنظمة. يعني على سبيل المثال كثير من ولله الحمد من القنوات الإعلامية سواء كانت تلفزيونية أو إذاعية أو غير ذلك، القنوات طبعا دول العالم الإسلامي كلها، لدينا اتفاقيات مثلا مع وكالة الأنباء في المغرب العربي ووكالة الأنباء في أذربيجان أذرتاج. بالأمس كنا نتحدث مع وكالة الأنباء السعودية، أيضا لنا حديث مع وكالة الأنباء المصرية. ما نريد وما نطمح له أن تكون أيضا الإيسوسكو حاضرة، ليس فقط على مستوى الدول العالم الإسلامي ولكن أيضا على المنتظم الدولي كاملا، حضورها في المجال التربوي، حضورها في المجال العلمي، حضورها في المجال الثقافي، في المجال البيئي، في المجال الرياضي. صورة المسلم التقليدية في الغرب حضرتك راضي عنها؟ أنا أرى أنها في تغير كبير جدا، وأرى بأن جيل الشباب القادم سيغير أشياء كثيرة جدا، لأن الجيل القادم هو جيل رقمي. يعني الدراسات تشير إلى أن الإسلام هو الدين الذي يتطور بشكل كبير جدا من خلال إسلام عدد كبير من دول مختلفة فيه، ويكفينا بأن الله السلام وأن تحيتنا هي تحية السلام. ماذا تقدم تلك المنظمة بالتحديد للمرأة في العالم الإسلامي؟ للمرأة أحد أولويات المنظمة هي المرأة. أعطيك مثلا على سبيل المثال في عام 2019 لم يكن للمرأة حضور في المنظمة بشكل كبير جدا. على مستوى القيادات توجد سيدة واحدة كانت في اليوم، ولله الحمد 50% من قيادات المنظمة هي نسائية، ولكن جميع برامج المنظمة وأنشطتها حولت إلى دعم للمرأة. الشباب حضروا أيضا حيوية وطاقة إيجابية وإبداع وابتكار حتى في برامج المنظمة وفي أنشطتها. ماذا تقدمون للأطفال؟ يعني تكلمنا عن الشباب وعن النساء، هل الأطفال لهم حظ أيضا في رعاية المنظمة؟ سيكون لهم حضور كبير جدا للأطفال. هو طبعا موجود، لكن هذا العام سنطلق عام الإيسوسكو للشباب، وسيكون تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. إن شاء الله نتوقع إن شاء الله عام 2025 أن يكون عام الإيسوسكو للطفولة، وأيضا سيأخذها، لأنه حقيقة في الوقت الحاضر يتعرض الأطفال إلى مشاكل كبيرة جدا، سواء كانت دخيلة على شعوب العالم الإسلامي أو غير دخيلة، ولذلك نريد أن نعطي ذلك الاهتمام، لكنه ستكون إن شاء الله قادمة. ما هي وسائلكم مثلاً للوصول إلى هؤلاء الأطفال؟ والأطفال طبعاً هذا العصر اختلفوا تماماً عن زمان. نعم، وسائلنا طبعاً هي من خلال سواء المدارس أو وزارات التربية، وزارات الإدماج أو التضامن والإدماج الاجتماعي، وزارات الأسرة، هكذا عادة ننتقل نتحدث مثلا مع هذه الوزارات وننطلق من خلال البرامج وندعم برامجها، أو نأتي ببرامجنا وهم يدعمون البرامج التي نحددها لهم. بلاد إسلامية أو يعني فيها أغلبية إسلامية وتعاني، مثلا أفغانستان، ونحن نعلم أن الوضع فيها وضع سيء جدا، ولله الحمد لنا تعاون كبير جدا مع أفغانستان، وقدمنا لها بعض البرامج، ولدينا الآن متدربتين من أفغانستان، وإن شاء الله سيتم توظيفهم في الإيسوسكو. وهناك تواصل بين وزارة التعليم الأفغانية والإيسوسكو. هل هناك استجابة؟ وجدنا الاستجابة يعني. طب وجدتوا الاستجابة في مثلا تعليم الفتيات في أفغانستان؟ نحن الآن قدمنا، ونحن نعلم أنهم ممنوعون من
قدمنا مشاركة في العملية التعليمية. تمام. قدمنا بعض البرامج ووجدت ولله الحمد الاستجابة. وستكون هناك زيارة من وفد الإيسوسكو إلى أفغانستان للبحث في هذه المواضيع وتسهيل إمكانية كل ما يتعلق في تعليم الفتيات والأشياء كلها إن شاء الله. الوضع الحالي مثلا في السودان يستدعي أيضا المساعدة، في اليمن يستدعي المساعدة، ماذا تفعلون؟ في اليمن هناك برنامج كبير جدا بالتعاون مع مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والإغاثة، دعم تقريبا 2,100,000 دولار. بدأ البرنامج الآن وهو برنامج مخصص لتسرب الفتيات من التعليم. المدة البرنامج تقريبا حوالي 1.5 سنة، سيقوم إن شاء الله بإعادة هؤلاء المتسربات وأيضا تأهيل بعض المعلمات الذين انقطعنا عن التعليم. أتوقع لهذا البرنامج نجاح كبير جدا ولله الحمد. أما ما يخص السودان فنحن سندعم السودان بكل ما تحتاجه السودان. هناك الآن مجموعة ترأسها السيدة الفاضلة الدكتورة أميرة الفاضل في مصر لدعم النساء السودانيات الذين حضرن والعوائل السودانية الذين حضرن. الإيسوسكو قدم الدعم لهم ب100,000 دولار، ولكن إن شاء الله مجرد ما يستقر الوضع في السودان ستدخل الإيسوسكو للسودان وستساهم في ترميم المدارس، في تأهيل المعلمين والمعلمات، في دعم أيضا كل المنظومة التعليمية والتربوية والثقافية في السودان. ماذا ستفعلون في هذا العالم الجديد مع فكرة الذكاء الاصطناعي مثلا وتعدد طبعا المواقع الاجتماعية إلى آخره؟ يعني هناك عالم آخر بيواجهه الشباب والأطفال الآن، لديكم يعني القدرة على المواجهة وسط هذا العالم الصعب؟ نحن نحاول ونساهم بشكل كبير جدا في إبراز إيجابيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي. لدينا تعاون كبير جدا مع عدد من الدول في هذه المجالات، قدمنا مؤتمرات وقدمنا ندوات وقدمنا دورات تدريبية في مجالات تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ولدينا الآن ميثاق نشتغل عليه، ميثاق الميتافيرس والذكاء الاصطناعي، سيتم تقديمه، وأتوقع أن هذا الميثاق سيكون له حضور حتى على المستوى الدولي. أتوقع إن شاء الله أن يصدر هذا الميثاق في نهاية هذا العام وسيكون له هذا الميثاق. نأمل إن شاء الله أن تتبناه دولنا الأعضاء، وأن أيضا يتمنى أيضا على في المنتظم الدولي كاملا. أسأل أيضا عن هذا المعرض الجميل جدا الأخير عن السيرة النبوية. المعرض المتحف الدولي للسيرة النبوية بدأ في المملكة العربية السعودية في المدينة المنورة طيبة الطيبة، وهو هدية حقيقة من خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين إلى شعوب العالم الإسلامي. تبنت هذا المتحف والمعرض رابط العالم الإسلامي، حلت وفادته كأول معرض خارج المدينة المنورة في مدينة الرباط عندما كانت عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي. احتضنته منظمة الإيسوسكو، كانت هناك شراكة ثلاثية بين رابط العالم الإسلامي، الإيسوسكو والرابط المحمدي للعلماء. ومن جمالية وكمالية المعرض بأنه أيضا حظي برعاية سامية من جلالة الملك محمد السادس، وافتتح من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الحسن. بلغ عدد زواره فعلا ثلاثة مليون، وهذا تخطى عدد من المعارض الدولية المشهورة جدا التي لم يصل عدد زوارها في العام، كان وصل السقف تقريبا 1,830,000، لكن ولله الحمد وصلنا خلال 9 أشهر 3 مليون. توقعات أنه في نهاية العام اللي هو في نوفمبر 30 نوفمبر من 2023 أن نصل إلى 4.5 مليون، وقد نتجاوز ذلك إلى 5 مليون. وعندما يأتي أيضا المعرض له جمالية مختلفة تماما، إذا أردته معرض ومتحف على التراث القديم فأنسى ترى ذلك، وإذا أردته متحف يحاكي هذا التطور وهذا التغير في كل ما يتعلق في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، في الهولوغرام. هل في إمكانية يعني لانتقاله لدول أخرى مثلا منها مصر؟ أنا علمت بأن هناك أكثر من 24 أو 25 دولة طلبت الآن، وأعلم بأن هناك السنغال وموريتانيا على وشك أن يكون أن ينتهي إن شاء الله. مصر وصلني خبر من الزملاء في رابط العالم الإسلامي بأن هناك تطلعات بأن يكون إن شاء الله في مصر، وأن شبه هناك موافقة مبدئية
لإقامته في مصر. إذا أقيم في مصر أنا توقعاتي بأن يصل الأعداد إلى أكثر من 10 مليون خلال أقل من عام، لأنه أيضا هناك علاقة مختلفة أيضا بين يعني حب المصريين أساسا للتراث، لأن مصر هي أم التراث فأيضا والثقافة، فهذا سيدخل في مجال كبير جدا في زيارته. ما هي توقعاتك بل أمالك للمنظمة في السنوات القادمة إن شاء الله؟ رؤية المنظمة بأن تكون منظمة حضارية معرفية إبداعية دولية في مجالات التربية والثقافة والعلوم. عندنا مستهدفات كثيرة يعني جدا. مع أهمية الثقافة، هل لكم أيضا صلة وتعاون مع النخب الثقافية في الدول المختلفة؟ بكل تأكيد، بكل تأكيد. نحن يعني ليس فقط مع الحكومات، مع النخب. لا 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 أبدا، لدينا مع النخب بشكل كبير جدا، ونبحث عن النخب ونطلب النخب إذا لم نصل لكم أن تصلوا لنا. على سبيل المثال نحن نريد أن نترجم ونؤلف ونستكتب 1000 كتاب في عام 2025، يعني من الآن إلى عام 2025. يعني ماذا تأمل أيضا لتلك المنظمة في السنوات القادمة؟ ما نريد لهذه المنظمة هي أن تكون منظمة حضارية معرفية إبداعية دولية في مجالات تخصصاتها، وأنا على يقين إن شاء الله بأن المستقبل كفيل بأن نحقق أهداف المنظمة، نحقق رؤيتها، نحقق رسالتها، ونحقق طموحات شعوب العالم الإسلامي سواء كانوا في مصر، في المغرب، في السعودية، في أي قطر من أقطار العالم الإسلامي إن شاء الله. ويعني أنا بالتالي ممكن نختتم هذا الحديث الجميل في جزء حتى من القصيدة اللي حضرتك قلتها مرة في حب مصر، لأنها كانت قصيدة جميلة الحقيقة. وفي قصيدة أنا لقيتها أمام فخامة الرئيس في مصر، وكانت هي كلمة في فخامة الرئيس افتتح المعرض أو المنتدى الدولي للتعليم العالي، وأيضا كان مؤتمر العام للإيسوسكو. أولا لماذا كتبتها؟ يعني ماذا تمثل مصر بالنسبة لك؟ أنا أعتقد أنه ليس لكل عربي، ولكن مصر لكل مسلم لها مكانتها ولها قدرها. عندما تأتي إلى مصر يعني أنت تعيش في بدايتك وتعتقد بأنك زائر، ولكن ما أن تمضي يوم أو يومين إلا وتحس نفسك بأنك أنت جزء من النسيج المصري، لا فرق بينك وبين الشام، وتحس بأنك أنت أصبحت مصريا. فهكذا أشعر عندما أذهب إلى مصر. ولكن أيضا مصر القاهرة كانت عاصمة الثقافة 2022، وخلالها أيضا كان في الافتتاح قصيدة في مصر، وفي الختام أيضا قصيدة في مصر. فأذكر مثلا، لا أحفظ لكن أنا أقرأ، بأنه القاهرة يعني بيتين أو 3 بيات، بأنه بقاهرة المعزي نثرت عطري، ففيها النيل بالأمجاد يجري، وتاريخ لها يروي مداه صحائف بالمآثر، منه تتري فنونا ناطقات بالمعاني وآدابا جنن، نثر وشعري وإرثا من علوم راسخات أحاطته العلوم بكل فخر. ففي نهايتها أقول فمن بين العواصم مثل شمس إذا ضاءت فبالأضواء تزري، فمهما قيل عنها لن يفيها مقال فهي درة كل عصر. هذا كان في حفل الافتتاح، لكن في حفل القاهرة عاصمة الثقافة كانت الأبيات إن عاصمة العواصم من القاهرة. فبتحدث عن العام اللي عام القاهرة، والعام من الإبداع زان القاهرة، حتى بدت بين الحواضر ناظرة، هي هكذا ما أن تراها تمتشي فيها الحياة وفي الفنون الباهرة، نبع الثقافة والتراث وكم بها عبق من التاريخ فهي الجاسرة، كل المدائن لن تنال مكانها، تقف المدائن من رؤاها حائرة، النيل جملها بحسن فاتن في صبحه يشدو بهذه الهاسرة،
أسرت عقول المبدعين بفنهم فتألقت بين العواصم حاضرة، ما قيل فيها من مديح لا يفي تبقى على مر الزمان الآسرة. القاهرة القاهرة يا من تسامت في العلا سيظل شدوك صادحا يا قاهرة. الله الله. لا طبعا بهذه الكلمات الجميلة يعني ننهي هذا اللقاء. دكتور أنا شاكر والله مقدر. شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء وهذه الاستضافة، وأرجو إن شاء الله نلتقي إن شاء الله ضروري. شكرا شكرا جزيلا.